كثير ما عانى المواطن العراقي أنه مثل ما تفضلت إحنا يعني بمنتصف الصيف وإذا المحطة تحتاج صيانة 15 يوم. صحيح. هو الصيف يعني إذا يعني أقصى درجات الحرارة راح يكون شهر السادس السابع الثامن. تمام. أنا جاي أحاول أنه بهاي الثلاث أشهر حتى كوادري ما أشغلها بأي أعمال صيانة، أخليها متفرغة لأعمال يعني إصلاح العطلات، سرعة إنجاز العطلات، سرعة تصليح المحولات وغيرها من هاي الأشياء. إن شاء الله البرنامج ماشي وفق ما مخطط إليه. نعم أكيد أكو بعض التحديات تتعلق بالتخصيصات وغيرها. دولة رئيس وزراء دعمنا كثيرا ضمن يعني وجودنا داخل مجلس الوزراء، سادة الوزراء داعمين كثير لهذا الملف المهم. إن شاء الله نتأمل أنه 1/5 أنا على يقين أنه راح أفرغ كوادري فقط للاستجابة لعطلات وشكاوى المواطنين، بدل الفريق يعني بدل الفرق الصباحية اللي أنا استحدثنا فرق صباحية ومسائية وليلية بمعدل يعني 9 فرق بالنهار و7 فرق بالليل، يعني مساء و7 فرق بالليل على طول 24 ساعة، حتى يقدر المواطن بساعات التجهيز اللي ياخذها مثلا فترة الصيف على الأقل تجي ساعات مستقرة. كثير ما تصل لي أنا شكاوى إذا كانت ساعة تجهيز على سبيل المثال 2x2 أو كنت عايشة وأشوفها بعض المحافظات يمكن الساعتين ما راح يشوفها المواطن، تجي نص ساعة وتطفى وتجي نص ساعة وتطفى.